بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 77. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد غر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء، حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ورد أن الفتن في آخر الزمان تكثر، فما موقف المسلم عند كثرة الفتن وماذا يجب عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن موقف المسلم في الفتن التي تكون في آخر الزمان، ما المخرج منها؟ قال: المخرج منها في كتاب الله عز وجل، فهو المخرج من الفتن لمن تمسك به وسار على نهجه، ومن كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم. فمن تمسك بالكتاب والسنة عند ظهور الفتن فإنه ينجو منها بإذن الله ويخرج منها سالما، لكن هذا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول العلم بالكتاب والسنة، يعني يتعلم الكتاب والسنة على أهل العلم وفقهاء الدين. والأمر الثاني أن يسأل الله الثبات على ذلك ولزوم الكتاب والسنة والسلامة من دعاة الضلال في وسائل كثيرة ومتنوعة في هذا الزمان، فالسلامة منها والمخرج منها بلزوم كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف هذه الأمة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتمسكين بسنته عند فساد أمته يكون لواحدهم أجر 50 من الصحابة، لأنه كان في وقت الصحابة الدين قوي وعزيز والأنصار كثيرون، وفي آخر الزمان يقل الأنصار ويكثر المخذلون ودعاة الضلال، فالمتمسك بالسنة في هذه الفتنة يكون له أجر 50 من الصحابة في تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه فضيلة خاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. الصحابة هم أفضل القرون، خير القرون بعد الأنبياء، ولكن في هذه الخصلة يكون للمتمسك بالدين أجر 50 من الصحابة. نعم. هذا يقول: لماذا ذكر هذا الحيوان الكلب في هذه الآية: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد؟ لأنه كان مصاحبا لهم، خرجوا به معهم كأنه حارس يحرسهم، ويجوز اتخاذ الكلب للحراسة وللزرع، يجوز اقتناؤه. نعم. هذا السائل أبو عبد الله له 3 أسئلة. السؤال الأول يقول: في الآية الكريمة بداية السورة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، من المخاطب؟ المخاطب هذه الأمة. أتى أمر الله يعني سيأتي، أخبر عنه بصيغة الماضي لتحقق وقوعه. نعم. له سؤال ثاني يقول: شيخ، ما حكم التطاول على العلماء وهمزهم ولمزهم في المنتديات والمجالس والاستراحات وغيره؟ هذه صفة المنافقين في كل زمان ومكان، هم الذين يلمزون على الخير، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لمزه، قال جل وعلا: ومنهم من يلمزك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا إن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. المنافقون هم الذين يلمزون الرسول ويلمزون أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان. نعم. يقول السائل أبو فضل: هل يجوز أن يسأل الإنسان، يسأل الله الصبر على قدره عن معاصيه؟ بلا شك أن المسلم يسأل الله الصبر، أن يرزقه الصبر والاحتساب على ما يلاقي وما يصيبه، لأنه إذا لم يسدده الله ويوفقه الله فإنه لا يصبر، إذا لم يصبره الله ويعينه فإنه لا يصبر على الفتن. نعم. يسأل هذا السائل يقول: ما حكم من منع الزكاة وهو عالم بالحكم واستمر على ذلك سنوات، هل له توبة؟ نعم، من منع الزكاة جاحدا لوجوبها فهو مرتد عن دين الإسلام، قد قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة حتى أدوها، فسرها وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الذي يمنع الزكاة جحدا لوجوبها هذا مرتد عن دين الإسلام لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام، وأما من جحدها بخلا فإنها تؤخذ منه قهرا لأنها حق واجب عليه للفقراء المساكين، وإن كان له شوكة ومنعه فإنه يقاتل كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة. نعم. من الأسئلة التي وردت البرنامج يا شيخ يقول: ما حكم من ذهب إلى أحد المعالجين بالقرآن ثم تبين أن هذا المعالج يتعاطى السحر والدجل ولم يكن يعلم بذلك، هل له كفارة؟ هذا مفرط، كان سأل عن هذا الشخص أهل المعرفة وأهل الخبرة به لأجل أن يخبروه عن حقيقته، ولا يذهب إلى إنسان مجهول حجة أنه يرقي وأنه يعالج حتى يعرف أنه سليم العقيدة وأنه يرقي بالرقية الشرعية. نعم. يسأل يا شيخ أيضا في سؤاله الثاني عن حكم صلاة سنة الجمعة القبلية. الجمعة ليس لها سنة قبلها، ولكن من جاء قبل دخول الإمام فإنه يصلي، على الأقل يصلي تحية المسجد ركعتين ثم يجلس ينتظر حضور الإمام، وإن صلى من دخوله إلى أن يحضر الإمام فهو أفضل، وهذا نفل مطلق. وأما راتبة الجمعة فهي بعدها، أقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. هذه أخت سائلة فضيلة الشيخ تقول: تأذيت من ابنتي ضرتي حيث عملت لي سحر، فهل يجوز فك السحر بالسحر؟ وإذا سحر الإنسان فما هو المشروع في حقه؟ لا يجوز فك السحر بسحر مثله، ولكن يفك السحر بالرقية والأدعية، بالرقية الشرعية والأدعية والقرآن، تلاوة القرآن، هذا الذي يفك به السحر، وهذا ما يسمى بالنشرة. النشرة هي حل السحر عن المسحور، فإن كان بسحر مثله فهو حرام ولا يجوز، وإن كان بالرقية الشرعية والأدوية المباحة فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل أبو عبد الله: يا شيخ هل صحيح قول من قرأ 3 الآيات الأخيرة من سورة الحشر في النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي؟ لا أعرف هذا، الله أعلم، أجل تثبت، ولا يؤخذ كل قول أو كل ما كتب ونشر بدون أن يرجع إلى أصله، من أين، من رواه، ومن خرجه، تثبت المسلم من هذا. نعم. يقول: ما الشروط وما الواجب فضيلة الشيخ الذي يتعامل بالأسهم، وهذه الأسهم تكون مختلطة، هل تنصحون فضيلة الشيخ بالاستثمار في مثل ذلك، وهل عليها زكاة؟ الأسهم تختلف، الأسهم على نوعين: أسهم ثابتة في شركات تستثمر كالأسهم في الزراعة والأسهم في المصانع والأسهم، هذه أسهم ثابتة يستثمرها الإنسان بما تنتج، والنوع الثاني أسهم تجارية تعرض للبيع والشراء، هذه إذا كانت مساهمة في أمور مباحة فلا بأس بذلك. نعم. وزكيها لأنها أصبحت عروضا تجارية من عروض التجارة، إذا تم عليها سنة فإنه يثمنها بما تساوي ويزكيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، في سورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، ما المراد بالأثقال؟ ما فيها من كنوز وأموات، تخرج ما فيها من كنوز وما فيها من أموات، وعند الزلزلة اللي هي عند البعث النشور قيام الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نعم. يقول السائل: يا شيخ ورد أن بعض السلف لم تفته تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة، وآخر يقول بأنه لم يرى ظهر شخص أمامه أيضا منذ 40 سنة. بعض الناس فضيلة الشيخ وهو من الطيبين يتأخر عن الصلاة وتفوته التكبيرة الأولى والركعة الأولى، فما توجيهكم، وهل هذا وارد عن السلف؟ نعم، ورد عن السلف أنهم يحافظون على الصف الأول وعلى صلاة الجماعة ولا يتأخرون عنها لعلمهم بفضلها ومكانتها. الذي تعود الكسل والتأخر يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يحرص على حضور صلاة الجماعة من أولها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. كم مدة زوال الشمس المنهي عنها عن الصلاة فيها يا شيخ؟ ما يتسع لصلاة، يعني مساواة الشمس للرؤوس ما يتسع لصلاة، ولكن لا يدخل في الصلاة عند قيام الشمس في كبد السماء فوق الرؤوس، لا يدخل في الصلاة، إنما يتأخر إلى أن تزول إلى جهة الغرب، ويتبين هذا ببروز الظل من جهة الشرق. نعم. يا شيخ أيضا السائل يقول بالنسبة للميت، هل يصل الميت ثواب الأعمال التعبدية التي لم يرد فيها نص كقراءة القرآن والذكر وغيره؟ لا، ما يصل إلى الميت إلا ما ثبت بالدليل أنه يصل ثوابه إلى الميت، مثل الصدقة، مثل الحج والعمرة، مثل الدعاء له، هذه الأمور التي يصل ثوابها إلى الميت. وما عدا ذلك إن الله جل وعلا يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ، الغني المماطل هل يزكي المال الذي عنده أم لا يزكى؟ الغني، نعم، المماطل هل يزكي؟ نعم، الذي له دين، نعم، له دين على غني مماطل، لا يزكيه حتى يقبضه، لا يزكيه حتى يقبضه منه، فإذا قبضه منه زكاه لسنة واحدة. نعم. يقول السائل: يا شيخ بعض الناس يقومون بتغسيل الجنازة وهذه كثير نسمع عنها، ولا نستطيع الصلاة عليها في المسجد مع الجماعة، ويقوم البعض من الناس بالصلاة عليها قبل ذهابها للمسجد. الذي يصلي على الجنائز هو إمام المسجد، فيصبرون يصلون عليها مع إمام المسجد ومع جماعة المسلمين، لأن فيه ناس يتخطفون الجنائز يصلون عليها قبل الإمام، يمرون على المغسلين ويصلون. نقول زادهم الله حرصا على الأجر والثواب، لكن ليس هذا من السنة. السنة أنهم يصبرون ويصلون على الجنازة مع المسلمين خلف الإمام المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف يكون العبد مستقيما ومؤمنا على سبيل النجاة في هذه الدنيا؟ إذا وفقه الله للاستقامة ودعا الله أن يثبته وأن يعينه على الاستقامة، إن الله جل وعلا قريب مجيب، ومن حرص على الخير وفقه الله، ومن تحرى الخير وفقه الله له. نعم. يقول: ما المراد بالآية يا شيخ: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ واضح المراد بالآية أن الباطل قد يزين لبعض الناس ويظنه حسنا، وهذا امتحان من الله سبحانه وتعالى، فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا بسبب دعاة الضلال وبسبب وساوس الشياطين سلطهم الله عليه. المسلم يسأل الله التوفيق ويسأل الله الثبات، يسأل الله التوفيق للحق ويسأل الله الثبات عليه. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول: المرأة المستقيمة وتريد أن تلحق بالصالحات، إذا لم تستطع شيخا أن تذهب مثلا إلى المحاضرات ولزوم العلماء الذين يلقون المحاضرات الراسخين في العلم لتكون من أهل الخير، ماذا تصنع؟ اليوم الحمد لله التسجيلات متوفرة، الحلقات التدريس والمحاضرات تبث وتسمع لمن لم يحضر، يعني أن تحرص على ذلك، أن تحرص على سماع التسجيلات الطيبة والموثوقة، وعليها أيضا أن تحرص على حضورها إن أمكن في مكان للنساء، إنها تحضر وهذا أفضل، وإذا لم تحضر ولا تمت من ذلك الحمد لله التسجيلات والبث أيضا الذي يبث في الإذاعة أيضا تستمع إليه، ومن حرص على الخير أدركه ووفقه الله له. نعم. هذا السائل يا شيخ يقول: عندي جدي يبلغ من العمر 90، يؤذي والدي وأهلي وزوجتي بلسانه، وأنا لا أتحمل هذه التصرفات الفظة معه، فأجيبه أحيانا بقسوة، ولا أخفيكم يا شيخ بأنني أتمنى في خاطري لو أنه فارق الحياة. لا بد من الصبر، والوالد والجد لهم حق البر والإحسان إليهما، وما في شك أن الكبير يكونوا عنده شيء من الإزعاج بسبب كبره وضجره، فيصبر عليه. قال الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. والجد والد، الجد والد، له الحق البر والإحسان والصبر عليه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو سعد يقول: ما حكم رد الولي للخطاب طمعا في رواتب هذه البنت لأنها معيدة؟ هذا حرام عليه، هذا من العضل المحرم، وهذا تسقط ولايته إذا ثبت عليه ذلك، تسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده من الأولياء من العصبة، تسقط تنتقل إلى من بعده. ولا يعضل المرأة ويمنعها من أجل أن يستثمرها ويأخذ رواتبها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بأنني طالب، أهلي في الرياض وأتردد على مدينة الخرج يوميا فضيلة الشيخ بالنسبة لصلاتي، قصري للصلاة وجمع الصلاة. اليوم تقارب البنيان بين الخرج وبين الرياض، ما أظن فيه مسافة بين مباني الرياض ومباني الخرج، فلا أرى القصر في هذا، لأنها تقاربت المباني بين البلدين ولم يبقى بينهما فضاء يصل إلى 80 كيلو مسافة القصر. نعم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال للأخت مرام، تقول: هل لعقوق الوالد أو الوالدة كفارة؟ فأنا أخطأت الحقيقة في حقهما ولم أستفد ولم أستيقظ إلا بعد أن تزوجت وذقت نعمة الأولاد، هل علي كفارة لعدم بري بوالدتي؟ إن كانوا أحياء فعليها أن تطلب المسامحة منهما عما حصل منها من تقصير في حقهم، وإن كان ميتين أو ميت فإنها تستغفر له وتدعو له وتتصدق عنه. شكر الله لكم يا شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج، كما أشكر زميلي من الإذاعة الخارجية عبد الله المواج الذي سجل هذا البرنامج. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.